كمان امبارح اقيمت في القاعه الرئيسيه لمعرض القاهره الدولي للكتاب ندوه بعنوان الانسان والسياسه، وكان ضيف الندوه الكاتب السياسي دكتور علي الدين هلال، وحاوروا خلالها محمد احمد مرسي. وتحدث الدكتور علي الدين هلال عن تجربته الشخصيه وعن اهميه الوعي السياسي لدى المواطنين. الإنسان والسياسة أو الناس والسياسة صلة، أكاد أقول السياسة والإنسان وجهين لعملة واحدة. بالنسبة لي، وأنا أذكر جيدا اهتمامي بالسياسة كمعرفة كفكر كمتابعة بدأت مبكرا. الإنسان من صنع ظروفه. أنا دخلت يعني في عام 57 التحقت بمدرسة الخديوية الثانوية، وجدت في هذه المدرسة طالب شكله مختلف عننا المصريين. من أنت؟ اسمي فيصل عبد الكريم من عدن. وجدت أيضا شخص آخر قال لي أنه من هرر. شخص ثالث من الصومال، موسى إسلام فارح، وبعد سنوات أصبح هو أول سفير للصومال في مصر بعد أن استقلت بلاده. يعني وأنت في عمر 14 سنة و 15 سنة بتكتشف أن مصر جزء من كيان أكبر فيها في بلاد أخرى. طبعاً ثم عندما انضممت إلى كلية الاقتصاد عام 60 وجدت بقى كل الناس عراقيين وكويتيين وسعوديين. يعني فكرة السياسة، أول يعني أستاذ لي كان سور الأزبكية. إحنا كنا نسكن وقتها في منطقة اسمها باب الخلق، منطقة الضرب الأحمر، من الأحياء القديمة في مصر. وكان سور الأزبكية ده في ميدان العتبة. كان سور الأزبكية هو ملاذ، تجد كبار المثقفين المصريين إلى جانب بقى الشباب البسطاء من طلاب الثانوية العامة أو الكليات الجامعية يذهبوا لي. عامل آخر يقول الإنسان نتاج ظروفه، إن أنا مثلا حضراتكم وأنا في الثانوية المرحلة الثانوية يحصل حاجة اسمها الوحدة المصرية السورية 58، قبلها بسنتين يحصل حاجة اسمها تأميم شركة قناة السويس. الأحداث التي عاش فيها جيلي مش عارف أجبرت، فرضت، أوجدت البيئة المناسبة لكي نهتم بالسياسة ولكي نتابع السياسة. أنا عايز الاهتمام بالسياسة في حالتي الشخصية كان نتاج عاملين، عامل شخصي يتعلق بالظروف الشخصية، الأشخاص الذين عرفتهم ويسروا لي الاهتمام بالسياسة، ثم الظرف العام، السياق التاريخي العام اللي جعلنا أكثر اهتمام بالسياسة وأكثر إدراكا لدور السياسة في صنع السلام والحرب أو في صنع الغنى والفخر.